السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في جزء جديد من أجزاء حلقات موقع إيبورك أو ما يعرف سابقا بالأوديسك. في هذه الحلقة أعزائي الكرام سوف نقوم بالإجابة على اختبار التست إيبورك كما يذكر في هذا الصفحة إيبورك Reading Test for Independent Contractor and Company Manager. للإجابة على هذه الأسئلة أو على هذه الأسئلة المكونة من 10 أسئلة في هذا التست، يعني أنا قمت بالإجابة عليهم مسبقا، لهذا سأضع لكم هذا الملف لكي يسهل عليكم المأمور وتقوم يعني بالإجابة بكل سهولة. مفهوم؟ مفهوم. الآن نبدأ على بركة الله، نضغط على هذا التست وهذا غرضه، يعني أهميته هو يعني مثلا زيادة اكتمال الملف الشخصي أو البروفايل، لأن يعني مثلا حين الانتهاء من اكتمال الملف الشخصي البروفايل في موقع الإيبورك يتم يعني يقول لك ما زال ناقص يعني 80% أو 70% ويطلب منك إرشادات لكي يتم يعني قبولها ويتم الإجابة عليها. كما يذكر لكم الآن هذا التست يعني مكون من 10 أسئلة في غضون 60 دقيقة. نضغط على ستار تيست هنا، لاحظوا معي جيدا، ونضغط على ستار تيست سنقوم بالإجابة عليهم إن شاء الله 10. فهذه هي الأسئلة. What is this crash to be highly successful in Upwork؟ نجيب عليها الآن. هذا هو الآن. نعم، هذا هو السؤال. What is the scratch band? الإجابة رقم واحد. هذا الملف سأضع لكم أسفل الفيديو إن شاء الله لكي تستعينوا به. نضغط على next. What is on smart why smart why your job؟ نعم، هذا هو السؤال. نضغط على C. إجابة رقم C. ونضغط على next. قم بحذفه لكي لا يشكل لنا عائق. نعم، هذا السؤال. Which of the following is true؟ Which is true about your job؟ نعم، هذا هو الجواب، جواب رقم A. نقوم بحذف الجواب لكي لا يشكل لنا عائقا. Question: What do you need to be successful on Upwork؟ نعم، هذا هو السؤال، الجواب رقم A. نعم، لا الجواب رقم D. نعم، question Upwork charge. Upwork charge. نعم، وش كونتراكت؟ الجواب رقم A. هنا أقول بروفايل، يعني نبحث على هذا السؤال. أقول بروفايل. نعم، هذا هو السؤال، الإجابة رقم A. next. question before you apply for job. What question do you ask your نبحث على هذا السؤال. نعم، هذا هو الأول، الجواب رقم D. السؤال الثاني. Why statement about the term up in its files؟ Why statement about the term؟ نعم، هذا هو السؤال، الجواب رقم C.
السؤال التاسع واجد يعني جواب. نعم هذا هو الجواب، هذا هو السؤال وهذا هو الجواب، الجواب رقم دي. السؤال العاشر والأخير، نعم what can you probably imagine what client نعم هذا هو الجواب، هذا هو السؤال، الجواب حينها أعزائي الكرام، حين الانتهاء من الجواب على هذه الأسئلة كلها نضغط على next. ننتظر بعض الشيء. نعم أعزائي الكرام، هنا يطلق test complete please share your feedback with you. يعني هذا أمر اختياري فقط، تضغط على yes definitely و yes definitely وتضغط على كومنت، مثلا تضغط على اي كومنت مثلا nice test وتضغط على view test result لرؤية الريزلت الخاصة بك. نعم لاحظوا your score 5/5، يعني كل الأجوبة صحيحة جدا، وتطلع and test. نعم أعزائي الكرام، لقد تمت الإجابة على هذه 100% correct answer 100%، يعني جميع الأجوبة صحيحة. حينها أعزائي الكرام ستذهب إلى البروفايل الخاص بك على حسابك على الإيبورك، ستجده أن يعني ازدادت 10%، سيتم يعني جذوها بعد قليل رأي جميع يتم تحميل الصفحة، وستقوم يعني بالإجابة على هذه الأسئلة. نعم أسئلة كما ذكرت لكم يعني سبقا أسئلة يعني سهلة وبسيطة للغاية، يعني فقط هذا هو الملف الذي سأضعه لكم أسفل الفيديو، قم بالاستعانة به ويعني يعني ستجاوب على الأسئلة 100% وبطريقة صحيحة. إلى هنا أكون قد نهيت هذا الشرح. في الجزء القادم أعزائي الكرام سوف نقوم بعمل اختبار آخر أو تيست آخر لأصحاب الإيبورك أو يعني أصحاب العاملين في الإيبورك يعني اكتساب خبرتهم في هذا المجال، وأيضا لاكتمال البروفايل الخاص بهم لكي يعني يعطي رونقا ويعني أهمية في هذا الموقع، لأنك يعني في البروفايل الخاص بك أعزائي الكرام سوف يظهر هذا التست، يعني سوف يظهر أن فلان فلان قد قام بالتست وقد أنجح في الاختبار، لأن يعني مثلا صاحب العمل سوف يعني يبحث عن هذا يعني هذا الشيء، هل هذا العميل يعني ممتاز في اللغة الإنجليزية وهل اجتاز هذا التست. يعني هذا الأمر مهم جدا، يجب أن يعني أن تقوموا بعمل الاختبارات في موقع الإيبورك لكي يعني تكتسب خبرة في هذا الموقع. إلى هنا أكون قد أنهيت هذا الموضوع، أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالنقل على لايك والاشتراك في القناة ليصلكم آخر ما عندي. إذا كانت لديكم أي استفسارات فراسلوني على صفحتي على الفيسبوك، ولمن أراد رقم هاتفي سوف أعطيه رقم هاتفي إن شاء الله لكي يراسلني عبر الواتساب أو عبر الهاتف، لكي يعني لمن لا يفهم أي شيء أو يعني وجد أي عرقلة فليراسلني وإن شاء الله سأقوم بفك هذه العرقلة. إلى هنا أقول قد نهيت هذا الموضوع، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.